سحر الطبيعة وزخم التاريخ. هنا الشمس تغزل ثوب الصحراء بوردي لونها فتعتقه وتجعله مختلفاً عن أي رمل آخر، وكأن وادي رم يباهي بأسطورة جماله العالم ويتحدى بفرادة شمسه أي مكان على الأرض. هنا يكون النور آخر والرمل آخر، بل حتى النهار والليل هي أزمنة أخرى تحمل في طياتها حضارات وأساطير وحكايات لا تحدث إلا في بيئة في هذا الوادي الخالدة. تتفتح عيون الدهشة على وادي رم، وكأنه دفاتر من رمل وصخر حط فيه الإنسان من البدايات الأولى خواطره وأسماءه وحكاياته، فترك على صخوره نقوشا ورسومات تحاكي جغرافية وادي رم التي في تضاريسها القمر، فسمي وادي القمر، حيث الطبيعة شكلته بمياهها وزلازلها ورياحها، فتركت بصمتها عليه سلسلة من الشقوق التي تحولت إلى ممرات رسمته كما هو الآن. ومرت عليه آلاف السنين ليتميز بجباله الشاهقة المتلونة بالأحمر الأرجواني. وادي رم سميت بوادي القمر، وسبب تسمية وادي القمر هو انعكاس ضي القمر على التربة الموجودة، خاصة لما يكون فل مون، تكون البدر كامل، فأنت بتشوف الوادي كأنك على سطح القمر. الآن منطقة وادي رم هي تعتبر أحد مناطق اللي احنا نسميها المثلث الذهبي بين العقبة وادي رم والبتراء، لقرب هاي المناطق من بعضها، وتنوع المنتج السياحي بين بيئة البحر في العقبة وبين بيئة الصحراء في منطقة وادي رم. رم منتج غني، فيها تنوع للثقافات، فيها تنوع في المنتج السياحي من اللاندسكيب، تنوع بالأنشطة اللي هي تسلق الجبال، ركوب الجمال، تخييم، كل هاي النشاطات رم تتفرد فيها، يعني رم هي بيئة لحالها من ناحية هاي النشاطات. طبيعة الحياة البدوية طبعا هي احنا يعني البدو كان عندهم عاداتهم، هم يعملوا بيت يسووا القهوة، صاحب البيت هذا اللي عنده الدور يسوي القهوة والشاي، ويجمع كل الجماعة يتقهوا عنده، واخر النهار كمان يجتمعوا ويتعللوا في نفس البيت، اليوم الثاني ينتقلوا على بيت اخر كمان ويكون فيها الدور فيه. هسه البيت اللي احنا موجودين بيت ابو بندرة، يعني هو قاعد من احياء التراث، هذا نوع من نوع احياء التراث. فانت لما تجي وتقعد وتشوف الشباب انهم يقعدوا زي هيك وكذا، فهذا هم عادوا، يعني هاي هم عادوا تدوير التراث اللي كان يمارسها الناس بطبيعتهم، عادوا تدويره للمشاهد من يشاهده. نتكلم عن وادي رم من ناحيه الجماليه، احنا نتكلم عن مجموعة ضخمة من الأودية والتشكيلات الجيولوجية والجيومورفولوجية وبيئات الكثبان الرملية، بهذا التمازج من طبقات الجيولوجيا المختلفة في الألوان. الجمالية الأخرى لوادي رم اللي هو أنه رم كان شاهد على عصور ما قبل التاريخ وكافة العصور التي تلت هذه العصور من حيث الاستيطان البشري المتواصل بدون انقطاع، واللي احنا اليوم احدى الشواهد عليه هذا النقوش، كمية كبيرة من النقوش الضخمة في ثنيات جبال وادي رم.
وما زال هذا الوادي يمتلك الكثير من موروثه الطبيعي ليشارك به العالم بنقوشه القديمة وتشكيلاته الصخرية وتفاعل الإنسان فيه على مر العصور مع البيئة الطبيعية، ليتوج هذا المكان في عام 2011 بتقدير من اليونسكو، ليتم إدراج وادي رم في قائمة التراث العالمي كموقع مختلط للطبيعة والثقافة، ولهذا التسجيل رواية تروى. إدراج منطقة وادي رم على قائمة التراث العالمي كان هذا بال2011. قبل الإدراج كان خطة الحكومة في هذاك الوقت أنه لازم يتم إدراج منطقة وادي رم. العديد من الجهود بذلت حتى إحنا وصلنا لإعداد ملف منطقة وادي رم. اشتغل معنا العديد من الخبراء في مجال الآثار، في مجال الجيولوجيا. كل هذا الشغل عملنا ملف تم تقديمه لليونسكو. طبعا الملف اللي احنا قدمناه تقريبا قبل 2011 ل 2011 تم اعلان منطقة وادي رم كموقع تراث عالمي مختلط ثقافي وطبيعي. دائما اي مكون اثري او مكون تراثي حتى يدرج ايضا على مواقع التراث العالمي لازم يكون اصيل، بمعنى انه موروث من القبائل او من العصور القديمه وغير، ولا يوجد عليه اي ادخالات او اي تغييرات. وهذا موجود في وادي رم. هو موضوع السلامه، موضوع السلامه تتعلق بالاداره، اداره الموقع نفسه، انه العناصر الثقافيه او الطبيعيه الموجوده في المنطقه الموقع والمدرجه أو التي ستدرج على موقع التراث العالمي يجب أن تكون سليمة ومصانة ومحافظ عليها سابقا وفي المستقبل، ليبقى هذا الإرث بعد إدراجه. بعد ما يعلن الموقع تبدأ رحلة الترويج لهذا الموقع، وبالتوازي معها وبنفس اللحظة رحلة الحفاظ على هذا الموقع. بذل الأردن جهودا حثيثة ومتراكمة للحفاظ على موقع وادي رم واستدامته لتهيئته للتسجيل في قائمة التراث العالمي، حيث كان تأسيس محمية وادي رم في عام 1998 لتكون أكبر محمية طبيعية في الأردن. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين شهد الموقع اهتماما ملكيا من خلال زياراته المتعددة والتوجيهات الملكية للعمل على تطوير وادي رم والبدء بترويجه عالميا وتسجيله على قائمة التراث العالمي. تلك الدهشة وذلك السحر الذي تتركه طبيعة وادي رم جعل من المكان حاضرا في الواقع المرئي مع تشربه بعبق الماضي البعيد، فصار جاذبا لصانعي السينما العالمية، وكأنه استوديو مفتوح أهله لتصوير كثير من أفلام الخيال العلمي والأكشن التي لاقت رواجاً انعكس إيجاباً على الأردن، بدءاً من فيلم لورنس العرب، ثم أفلام مثل فيلم إنديانا جونز وفيلم الكوكب الأحمر وفيلم الأيام الأخيرة في المريخ وغيرها. يعني رم أكثر الأفلام تمثلت فيها اللي هي لها علاقة بالمريخ، لها علاقة بستار وورز. كثير من الأفلام كان على هذا النهج لطبيعة المنطقة، وكون منطقة وادي رم من المناطق المهمة عالميا الآن مستهدفة في موضوع تصوير الأفلام. إدراج الموقع على أي موقع على مواقع التراث العالمي هو شيء معنوي ووطني للأردن. الأردن اللي اليوم زاخرة بمئات وآلاف المواقع الأثرية والطبيعية الجميلة اللي تعتبر عناصر جذب في هذه الأرض المباركة، وأيضا لا ننسى دعم جلالة سيدنا الله يطول عمره في هذا الموضوع، واهتمام ملكي شخصي مستمر بوادي رم، زوار سيدنا بشكل مستمر بيجوا على وادي رم. هذه القيمة لأي موقع أيضاً هي تعطي البلد زخم أكبر في ترويج السياحة
وفي قديش الإنسان عندنا في الأردن هو مندمج في طبيعته وبيئته اللي هو نتاجها سابقا، وهو الذي يعتاش عليها ويحافظ عليها كما نرى اليوم في وادي رم. جمال بك يسكن طبيعته برملها وصخرها ونقوشها وتشكيلاتها وسكينتها، كأن الوادي لوحة فنية أبدعها الخالق على امتداد العصور. وما زال وادي رم يحمل الدهشة والسحر في قلب الصحراء رسالة سكينة وجمال طبيعي فريد من الأرض الأردنية إلى العالم أجمع.